طب ما هي علامات المسحور؟ قبل أن نحدد علامات المسحور، أي إنسان يعاني من مرض أو داء، قبل ما أقول له اللي فيك سحر أو غير سحر، نأخذه إلى الطبيب. قبل كل شيء، علما أنه يقين أن نحن نعلم أن القرآن شفاء. بس ليه بنأخذه أول شيء على الطبيب الجسدي؟ والله راسي عم بوجعني. نأخذه. أسبوعين ثلاثة أسابيع راسي عم بوجعني، كان مش وجع راس ما طبيعي. بأخذه عند الطبيب. الطبيب قال لك والله ما في ما مبين معي، من لا فحوصات ما في شيء. برجع باخذه عند الطبيب نفسي، احيانا الامراض النفسيه بتعمل هي اوجاع. الطبيب النفسي قال لك ما بين معي شيء، هون استخدم الرقيه. ليه؟ عشان احيانا قد استخدم الرقيه وبكون هو هذا الشخص يحتاج لايش؟ لحبتين بنادول. تلقين من الصبح للمساء، طب هو بنادول. اخذ البنادول، يرى يظن ان البنادول اكثر نفعا من القران. ويتعلق بالأسباب المادية أكثر من تعلقه بالقرآن. لا، خذوا الأسباب المادية فرجيها ثم أضف إليها القرآن، فيكون تاج على رأسها، تاج عليها. فالأصل نعرض على الطبيب. فإن ذكر الطبيب ألا علة، لا والله فلان بقول لك يا شيخ ما خلانا دكتور إلا ما أخذنا عليه، ما في فحصناه وعملنا الفحوصات ما في شيء، طبيب نفسي طبيب جسد ما في، هنا تعمل الرقية. من الأشياء التي تدل على ان هذا الانسان مسحور كثرة صدوده عن ذكر الله، مش بس صدود انه مثلا غفله انه ما عم بيصلي او كذا، عم بقطش مقصر بهذا الامر، لا، بتلاقيه اذا ذكر الاذان سمع الاذان بتلاقيه هيك انه تنركز، اقرا حد شوي قران او يسمع شوي قران، طبيعه المسلم ينشرح صدره بالقران، بتلاقيه مثلا فات على البيت لا قران طف 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 دغري طف ما قادر. هذا ليش؟ معه سحر، وهذا السحر عليه ايش؟ خادم شيطاني. ايضا من العلامات انه يكون عصبي زياده عن اللزوم بدون شيء. طبعا قلنا شفنا واحد عصبي بناخذه عند دكتور اعصاب، دكتور اعصاب قال لك ما في شيء، هو هي طبيعته، او اخذ دواء ما انتفع عليه، جرب دواء ثاني ثالث غير طبيب، ما في، عصبي زياده عن اللزوم بدون شيء. المشاكل يعني بفوت على البيت وخاصه مع زوجته او مع ابوه، بفوت على البيت صباح الخير، وكمان صباح الخير روح الله يوفق وبلش فيه. طب قلت لك صباح الخير، بتلاقيه عم بيعمل مشاكل او هي عم تعمل مشاكل لا مبرر لها، فهذا دليل انه في سحر تفرقه بين الزوجين. من علامات السحر ان يخيل اليه اشياء انه قد فعل، انه قد حدث هذا ولم يحدث، انه بيطلع هيك هي شفتوا شفتوا شو عمل لك، ما عمل لك شيء، بلا سبني بالاشاره بايده او بكذا، والله سبني ما سمعته انا، هو عم بسبني ما سمعته انت، لا ما سمعته، فيخيل اليه انه قد فعل له شيء ولم يفعل، هذا أيضا من علامات السحر. من علامات أن الشخص مسحور كثرة الشرود، شيء طبيعي أي إنسان يشرد، بس تصير تحس أنه تقريبا اللي معه صار زهايمر، ما بتلاقي غير شارد ونسيان، بيمشي بالطريق يوميا بكون ماشي أنا مرة ما كنت قوي، طب شو اللي وصلني لهالطريق؟ طب شو اللي فوتني لهالمكان؟ ناسي. هذا كثرته أيضا دليل على وجود السحر. شرود صافي هيك بضل صافي مع فنجرة عيون، هذا طبعا كله ذكره العلماء في الكتب. ايضا من العلامات البعد عن النظافه، تلاقيه عفن، اسبوع ما تحمم، اسبوعين ما تحمم، ثلاث اسابيع ما تحمم، هيك الشياطين تحب تنفر من النظافه وتحب الوساخه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم او العلماء اخبروا ان الحشوش محتضره، يعني اماكن التي فيها الخلاء، بيت الخلاء، الحمامات كذا، فيها شياطين عشان تحب الرائحة الكريهة وتنفر من الرائحة الطيبة، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبة بخلاف الشياطين. فهذه بعض العلامات قلنا بالأول نعرضها على نعرضها على طبيب يعالج، ونضم إليها بعد ذلك موضوع الرقية الشرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.